دكتور، من العنوان كده اسم الحلقة متهيألي ان هو اسم عشد كتير من الناس، لانه متهيألي ان كتير من الناس ما تعرفش ايه هو الاحتباس البولي. بشكل كده مختصر ندي نبذة. طبعا احنا يعني احنا انا فاكر اتكلمنا عن الموضوع قبل كده، بس نظر لاهميه الموضوع وخطوره تبعاته لازم نتكلم عليه تاني وتالت، لانه ده موضوع مهم جدا، وساعات بيحصل بيبقى ليه اعراض شديده جدا ومشاكل. يعني ايه؟ اولا عايزين نفرق بين حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه انه البول ما تكونش فعلا، ومفيش بول نازل، البول ما تكونش اسهل في الكلى، ده اسمه الانوريا او عدم تكوين البول، ده نتيجه بقى القصور في وظائف الكلى او حاجه كده، او انسداد في الناحيتين. يعني فرق بقى ان البول تكون وفي حاجه عقد سريانه لخروجه بره الجسم، ده اسمه الاحتباس البولي بقى. يعني البول يتكون، يعني الاحتباس البولي لازم يبقى فيه كميه بول متكونه جوه الكلى ولكن ما مش بتتصرف. ايوه، في حاجه عقد سريانه لخروجها بره الجسم، ولكن البول نفسه ما يتكونش من اول، دي اسمها الانوريا او عدم تكوين البول من الاول. لاسباب كتيره جدا دي مش يعني مش رايح، لكن نتكلم دلوقتي البول اتكون ومش عارف يخرج، في حاجه منعته. الاحتباس ده نقدر نقسمه لجزئين، جزء اولي في احتباس حاد وفي احتباس مزمن. احتباس الحاد يبقى حصل مفاجئ ومصاحب بالام شديده جدا 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 في المثانه او على مستوى الكليه، لو حصل حاجه قفلت مثلا، ممكن احتباس على ناحيه واحده على كليه واحده، حاجه قفلت الحل بتاع الكليه دهيت حاصوه او غيره، او احتباس عام على مستوى كل مخرج البول كله من الجسم، عند المخارج الرئيسيه عند عنق المثانه او قناه مجرى. فطبعا لازم نفرق بين الاثنين. في برضو هنقسم برضو تقسيمه، في احتباس بيحصل في الادلتس او الناس الكبار، في السيدات، في الاطفال، لازم نتكلم عليهم كلهم. يعني هنتكلم بصفه عامه عن الاحتباس اللي بيحصل في الادلتس والناس العاديين خالص. البول اتكون جه نازل، يا اما حصل احتباس عام بول ما نزلش خالص من الجسم، يا اما حصل احتباس على ناحيه قفلت الناحيه دهيت والناحيه الثانيه بتجيب بول عادي خالص، ده اسمه الاحتباس. ده بيؤدي الى يعني الحاله بتاع الكلى دي حصل واحد قفل البول، اللي جه البول نازل من الكلى دي مش عارف ينزل، تلاقي يحصل مغص كلوي وجيك جدا جدا والكلى تنتفخ، لا مش قادر يفضي البول بتاعها. معلش يا دكتور، بس في حته كده يعني محتاجين نفهمها بشكل افضل. هو الشخص يعني عنده الرغبه في انه يدخل التواليت بالظبط، ولكن هو لما بيدخل التواليت مش قادر يفضل، مش قادر. دي بقى الاحتباس. لكن هو عنده الرغبه. ايوه بالظبط، ده اسمه الاحتباس العام. جه البول اتكون في المثانه والمثانه اتملت بول ومش عارف يخرج من مش عارف. دي اسباب كتير جدا طبعا. دي اسباب كتير جدا هنقسمهم في الكبار، في سيدات، في الاطفال. في الكبار الحاجه الشائعه في حسب السن اللي فوق ال 50 سنه، اللي هو بقى الحاجه الشائعه المشهوره اللي هي تضخم غده البروستاتا وعامل مشاكل وقفلت البول. دي حاجه شائعه في السن اللي فوق ال 50 سنه عند الرجال. او وجود حصوات في المثانه، جت حصوه اتكونت مثانه وراحت قافله المخرج بتاعت مجرى البول عند عنق المثانه، يجي البول خارج مش عارف يطلع. في المثانه عماله تتملي وتعمل الام شديده جدا جدا لا تطاق. او جت حاجه قافله قناه مجرى البول، ضيق في قناه مجرى البول، او حصوه قفلت قناه مجرى البول نفسيا، نزل كوارث لازم عندي قفل قناه مجرى البول، او حاجه حصلت بعد تدخل تدخلات جراحيه عملت قفل قناه مجرى البول. طيب عشان الناس تفهم اكتر اللي احنا بنشرحه او بنحاول نقوله، خلينا نشرح للناس من الاول هو الجهاز البولي بيتكون من ايه يا دكتور، عشان نوضح عشان يفهموا معانا الناس او يستوعبوا اللي احنا بنقوله دلوقتي. الجهاز البولي هو عباره عن يعني يونتس ربنا خلقها في الجسم، مهمتها الاساسيه اللي هم الكليتين المحافظه على التوازن الكيميائي داخل الجسم، بيخلص الجسم من الحاجات المخرجات بتاع التحويل الغذائي، التحول الغذائي اللي هي الضاره بالجسم، اشهرها ماده البولينا وماده كرياتينين، بالاضافه لاملاح اخرى بتطلعها مع البول. بتكون البول في الكلى اللي هي وحدات الترشيح بتاع الكلى، وبعدين ينزل حاجه اسمها جيوب الكلى. الجيوب تاخد البول ده تنقله الى حاجه زي القمع كده اسمها حوض الكليه، تبتدي تملي، وبعدين الحوض ده متصل بحاجه اسمها الحالب، انبوبه كده بتاخد البول من الكلى توصله لغايه المثانه تحت اسمه الحالب، ينشي البول في الحالب ده، يخش المثانه، تبتدي المثانه تتملي لغايه توصل لحد معين، خلاص بقت على اخرها تدي اشاره للمخ، المخ ياخد الاشاره خلاص البول لازم ينزل دلوقتي، لو الظروف متاحه بيدي امر بصمام اسمه صمام العنق المثانه، الصمام يفتح والمثانه تنقبض، تروح مفضيه البول ده خالص، وبعدين تساعد الاستقبال بول ثانيه جايه من الكليتين. ده بيمشي بقى، يعني هي لو بتتشرح كده هي عمليه معقده جدا، ولكن هي بتتم ببساطه عشان الناس بالظبط. احنا مش هنبقى بتتم بقى دي حاجات كيميكالز وحاجات وضغط دم معين عشان يفلتر، وقصه كده يعني ربنا عاملها بتوازن شديد جدا جدا، تفاصيلها دقيقه مش هفهمها، لكن هنقولها بصفه سهله كده عشان تفهم. يعني
الدم بيخش الكلى يتفلتر يتسحب منه تاخد منه الجسم يخرج الحاجات اللي هو حاجات ضرب الجسم غريق فلاتر بتاع الكلى وبعدين تطلع تخش معاها سوائل الزياده تخش جيوب الكلى من جيوب الكلى الى حوض الكلى الى الحالب الى المثانه الى الخارج. دي ببساطه كده عشان بس الناس تفهم القصه. لو جت بقى حاجه اعاقه سريان هذا البول في حته معينه ممكن يكون اعاقه عامه خالص جت عند عنق المثانه تحت وراحت قافله الدنيا قفلت تحت البول اللي يخرج مش عارف يخرج المثانه مليانه ومش عارف فضل البول يجي قام تنقبض لكن الحاجه قافله مش مخليها عارفه تفضي البول. اشهرها بقى حسب السن يعني في السن الكبير عند الرجاله بتبقى غده البورساتا حاجه شائعه جدا حجمها زاد حجمها زاد وعملت مشاكل قفلت البول خصوصا مرض في مرضى حاجات معينه زي اللي عندهم سكر عندهم التبات وعندهم كده او حصل كوينت في الكلى ونزلت في الحالب وراحت جه عند عنق المثانه قفل قناه مجرى البول قفلت عند عنق المثانه بقى زي ما نجيب حاجه نحطها نقفل بيها يجي البول نازل حاجه عقد سريان اتحبس البول في المثانه اللي حصل ينزل وعدد ده جوه قناه مجرى البول نيجي نازل حاجه قفل قناه مجرى البول ما تعديش دي حصوه. في حاجات اخرى غير حصوات يعني حاجات حاده يعني مثلا ايه واحد حصل عنده التهاب شديد جدا في قناه مجرى البول بعد ما كنت عامل عمليه مركب قسطره بتاع وحصل قناه قافله دي من الادويه اللي هي العضويه. في حاجات بقى اخرى بتؤدي الى في البول في حاجه ربنا سبحانه وتعالى عمل تناغم بين حركه المثانه والصمام بكوردين حكايه دي المخ والجهاز العصبي. اما ساعه ملي يروح مدي اوردر امر المخ يدي اوردر المثانه تنقبض ويقول له يا صمام افتح الصمام فاتح يروح البول نازل. فبيحصل مشكله بقى في التناغم ده. التناغم ده اسمه ديسينيرجيا عدم تناغم بين حركه انقباض المثانه وفتح الصمام ما فتحش الاوردر اللي جاي من المخ ما فتحش الصمام اسمه ديسينيرجيا عدم تناغم يجي البول ينزل مثلا القوي مش عايز يفتح الصمام يروح حابس البول. واخد بالك؟ ده في بالنسبه للناس الكبار. في السيدات برضو زيهم برضو كده اللي هي برضو يحصل تباشي ده في المثانه جدا ممكن تعمل كده ممكن حصوات تعمل كده ممكن الجهاز العصبي يعمل الحركه دي ما يفتحش الصمام برضو. بس هو مين الاكثر عرضه للاصابه بالاحتباس البولي السيدات ولا هي لا هم يعني اقلهم الاطفال بس برضو يعني بالنسبه اقل لكن قول السيدات اقل شويه من الرجاله يعني السيدات لان عندها قناه مجرى البول اصلا تعدي الحصوه بسهوله اكتر من الراجل شويه قناه مجرى قصيره واوسع شويه ممكن تعدي لكن في حاجات بتقفل لها ممكن تقفل يعني مثلا الناس اللي عندها مثلا ست عندها سقوط في في في, في المثانه تحت بتروح ممكن تقفل قناه مجرى البول ان واحدة عندها اورام اللي فيها كتيره في الرحم تروح ضغط على المثانه تقفل على قناه مجرى البول. يعني في اذواق اخرى في السيدات لكن الاكثر شيوعا اكثر الرجاله اكثر من شويه ثم يليهم الاطفال ثم يليهم الاطفال الاطفال اقل شويه لكن بتحسب بس بالنسبه اقل شويه لكن في الاطفال بقى الاسباب مشهوره جدا معظمها خلقيه يعني ايه الحصوات ممكن دي جزء ساعات الاطفال عندهم مشكله في التناغم بتاع الحركه بتاعت الجهاز العصبي بين المثانه والصمام ده بحاجه اسمها حاجه خلقيه اسمها الصمام الخلفي في قناه مجرى البول اسمه بوستيريو ريسرال فالف او الصمام الخلفي في قناه في حاجه كده زي جزء من زي ليفلتس كده معموله من انسجه يجي البول نازل تروح قافل على بعضيها ما اعرفش يعدي البول تعمل احتباس البول في الاطفال ممكن الاطفال اللي بيحصل عندهم مشاكل في قناه مجرى البول وخصوصا قبل الطهاره او بعد الطهاره في حاجه اسمها يعني بيحصل في كده بلدي مش هفهمها يعني الغلاف المحيط بقناه مجرى البول اسمه فيموز يحصل فيه احتقان شديد جدا والتابل يقفل اسمه فيموز بره فيموز يقفل على مخرج البول ساعات بيحصل ضيق شديد جدا في الفتحه بتاعت مخرج البول في اطفال نتيجه تدخل معين تيجي قافله اخرى يعني بيحصل حاجات كتيره في الاطفال بس اقل شويه من الكبار في السن او السيدات فكل حاجه بنقسمها نجي الاعراض بتاعته بقى بتاعت احتباس البول ايه حسب في بقى حاجه نسينا اقولها اسمه احتباس البول المزمن بيحس بيه المريض يعني ايه المساء عملت ملي نتيجه بقى ايه واحد عنده سكر شديد جدا مش بيعالجه بيحصل حاجه اسمها ارتخاء في عضلات المثانه بالتدريج كده بتفشل قدرتها على الانقباض فعماله تعب بيقول هو مش قادر حاسس بالم بقى عماله تعب بيقول لما تمتلئ المثانه عن اخرها خالص بتبتدي لانه الاعصاب نفسها حصل فيها تلف بسبب السكر بالظبط مش حاسس بالالم بسبب يعني. السكر ايوه بالظبط عماله مثانه ملي لما يحصل حاجه اسمها ارتخاء في عضلات المثانه بقى عندها فقط القدره على الانقباض عشان تفضي المثانه مليانه بول وتوصل بالترين و3 لتر هو مش حاسس بقى مش حاسس عمال ينقط بول بس كده وحاسس تقل هنا وخلاص بس مش بيشتكي ارجنت يروح المستشفى او يتعالج دي اسمها وممكن بقى يصبر على الحاجه دي سنين يا لا ما هو في ناس تعيش كده لما بيحصل لها مشاكل في الكلى فعلا بيجي لها بجزء شبه قصور في وظائف الكلى بسبب ان البول متحول بسبب ان هو البول عمال يحوش مش عارف يفضيها حصل له احتباس في البول وهو مش حاسس بيه بالظبط كده اسمه كرونيك ريتنشن اسمه الاحتباس المزمن بتيجي في الناس اللي عندهم مشاكل سكر اكتر وناس عندهم مشاكل في الجهاز العصبي
يعني عنده مشاكل في الاعصاب بتاعه التحكم في المثانة، بتفقد القدره على انها تنقل الاحساس بالمثانة والقدره المثانة تنقبض. المثانة يحصل معها اتونيا، بيسموها اتونيك بلاد، يعني ايه مثانة فقد القدره على الانقباض لتفضي البول، اسمه التهاء، اسمه احتباس البول المزمن، وده خطورته المريض حاسس بيه، فيجي لنا بارتفاع وظائف الكلى، لا مثلا البولونيه بتاعته عادت مستوى ممكن يوصل لحاله فشل الكلوي. يعني حد فشل بيجي له فشل كلوي، رغم ان هو مش حاسس بالقصه انه محبيها، عمال ينقط، بيقول عمال ينقط بس وعمال غير نفسي بنقط، مثلا من هنا اخرها عمال تنقط بقى كده. عمال الاندر وير بيبقى مغرقان ميه، ويقول لك انا مثلا انا بنقط، انا مش حاسس ان انا محبوس في البول. فده بقى ده اخطر من الاحتباس الحاد، بيدفع المريض انه يتحرك عشان يحل المشكله. بس ده يخلينا ننبه يا دكتور مريض السكر دلوقتي، ان هو لو حصل معاه ده وهو انه مش حاسس ان هو عايز يروح التواليت، وان هو بالرغم من كده بتنزل منه نقط بول، فهو لازم ينتبه بالزبط. لازم يتعالج بدري، لانه بالظبط عشان ما يوصلش لمرحله الفشل الكلوي. بالظبط كده، لازم ده المريض السكر بالذات اللي هو عنده سكر، وخصوصا سكر غير منتظم اللي هو مش عارف يظبطه، ده ليه تاثير مباشر على كل الجهاز البولي ابتداء من الكلى لغايه المثانه، يعني تاثير مباشر على الكلى، تاثير مباشر على المثانه. فلما يحس انه انا عندي شويه تقول كده بنقط بول ما استناش، يروح الدكتور بتاعه هيعمل هيفحصه، لانه حضرتك قلت ممكن يعدي وقت طويل جدا بالظبط، وهو متعايش مع المشكله دي وفاكرها مشكله عاديه طبيعيه من السكر. بالظبط كده، وبالتالي يصحى بقى على مشكله في الكلى. فطبعا بيقول لك انا حاسس بتقلي بس مش 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 مضطرين ان انا اروح للدكتور، مش ضايقني قوي بس عمال نقط. ده بقى اخطر من اللي عنده احتباس حاد وبيدفعه انه يروح بسرعه للمستشفى عشان افضي البول باسرع، اتصرف في المشكله، احل الشيء اللي حصل اللي عنده. هو الحد ده هيتصرف لازم يعني مضطر. يتصرف بشكل سريع لانه مضطر، لانه الالم بيدفعه انه يعمل كده. صحيح. انما الثاني مش حاسس. الناس عنده هو مش حاسس، الحاله عماله بتتدهور. بالظبط كده، وبرده بيتكرر الحكايه دي، بنشوفها اكتر زيها في الاطفال الصغيرين عندهم اللي اتولدوا بحاجه اسمها الصمام الخلفي ده. طب خلينا نقف عند الصمام الخلفي اللي ممكن يتولد بيه الاطفال وعيب خلقي، صح مظبوط؟ ايوه بالظبط. ناخد استاذ سامي على التليفون نرجع نكمل. يا استاذ سامي الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. بحيي حضرتك وبحيي الدكتور ولي السؤال. بشكرك جدا، اتفضل. الله يخليك. عايز اسال الدكتور يعني ايه وظائف الكلى عاليه؟ تمام. ويعني ايه اثناء نزول البول في حرقان؟ ماذا يعني؟ تمام. وايه الادويه اللي بتاثر على الحاله اللي انا بقولها؟ اشكركم. بشكرك يا استاذ سيد. طبعا هو السؤال حضرتك الاولاني جزء بيقول يعني ايه وظائف الكلى عاليه؟ الكلى دي حضرتك زي ما قلنا لسه شرحنا من شويه ان هي الوحده اللي ربنا خالقها لتخليص الجسم من الحاجات الضاره اللي هي منتجات التحول الغذائي، اولها مواد اسمها البولينا والكرياتينين، دي مواد سامه لفوت في الجسم، مواد سامه تؤدي الى يعني تاثير خطير على وظائف الجسم كله. يعني وظائف الكلى يعني الكلى مش قادره تقوم باستخلاص هذه المواد من الجسم تطلعها بره، فحصل وظيفه الكلى حصل فيها ضعفت، لا المواد دي المؤشر بتاعنا المواد دي تعلى في الدم. لا المواد دي علت في الدم، معناها ان الكلى غير قادره على استخراج هذه المواد من الدم وتطلعها بره. دي معنى الكلمه حضرتك بتسال عليها، يعني ايه وظائف الكلى علت؟ وظائف الكلى انها ما قدرتش تقوم بوظيفتها، فالمؤشر بتاعنا المواد اللي في الجسم دي المفروض ليها مستوى معين لما تكون شغاله الكلى كويس، لقيها بقى ابتدت تتراكم في الجسم، لقيتها مستوى بيعلى. يبقى الكلى معناها الكلى ما قدرتش تخلص الجسم من هذه المواد. دي حضرتك السؤال الاولاني. السؤال الثاني حرقان البول، يعني البول نازل بيحرقني. دي اسباب كتيرة جدا طبعا، اهمها الالتهابات، لما يكون عندي التهاب زي واحد بيجي له التهاب مثلا في اللوز مثلا زوره بيحرقه، او دي برضه البول اما يحصل فيه التهابات في الجهاز البولي لا البول نازل بيحس بحرقان وهو نازل، او اهمها الالتهابات. نمرة اثنين لما تركيز الاملاح يعلى في البول، يعني عندي مثلا هديك مثلا كده، لو جبت حضرتك معلقه ملح نقول ملح مثلا ودوبناها في كوبايه ميه، وجبنا معلقه مثلا ودوبناها في 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 جركن ميه مثلا، مين هيبقى فيه تركيزه اعلى؟ اكيد الكوبايه، لان كميه السوائل اقل، هتلاقي دي طعمها حادق عن الثانيه. بالظبط كده، لو حضرتك كميه السوائل في الجسم قلت واملاح عاليه تركيزها يعلى في البول وهو نازل يعمله حرقان، واخد بالك؟ فدي الاسباب الرئيسيه للحرقان والسبب الرئيسي لارتفاع وظائف الكلى. طيب هو سال سؤالين هم كده جاوبنا عليهم. تمام. طيب مدام سماح الو. الو مساء الخير. مدام عبير اتفضلي. كنت عايزه اسال الدكتور، هو انا عندي حصوه، عندي رمل في الكليتين وعندي حصوه في المثانه. تمام. كنت عايزه اعرف هو يا دكتور
او دي تمنع البول اللي هو ينزل لعين. يعني انا كنت بدخل الحمام اكتر من مره، دلوقتي ما بخشش الا هي مره الصبح بس. تمام. في وعلى طول حرقان في البول ووجع جامد قوي. طبعا. طيب ليكي اسئله ثانيه مدام عبير؟ لا شكرا، بشكرك جدا. اهلا وسهلا. لسه بنتكلم من شويه صغيرين عن اسباب منع خروج البول من الجسم، وحضرتك قلت لي عند حصوه المثانه دي بالظبط بتيجي اثناء التبول، تيجي قافله عنق المثانه تقلل لك جدا نزول البول، البول مش عايز، لو نزل هينزل جزء صغير بقى مش عارف ينزل، محصور حوالين الحصوه، فده الحصوه دي حسب حجمها وحسب مكانها طبعا لازم يتم التخلص منها فورا. وتلاقي الحمد لله تخلص منها بالمناظير، يعني بنسبه 100% بالمناظير، بتشال المنظار وخلاص، بس حضرتك ممكن تكوني تاني تاخدي بالك. فالحصوه دي لما تتشال لازم نعرف تكوينها الكيميائي بالتحديد عشان نشوفها انها تمشي باجراء وقائي ازاي عشان ما تكونش حصوه تاني. وحضرتك قلت لي عندي املاح كتير في الكلتين، معناه جسمك عنده قابليه انه يراث. يبقى حضرتك هتعملي حاجتين مهمين، هتزودي شرب السوائل، يعني كميتك في ايام الصيف دي ما تقلش عن 3.5 لتر في اليوم، وتقللي كميه الاملاح اللي بتاخديها مع الاكل، الاكل فيها املاح شويه عشان تركيز الاملاح يقل، يوم ايه ما حصلش ترتيبات في الكلى وترتيبات حصوات. فحضرتك هتعملي الحصوه دي لما تشال ان شاء الله هتشيليها، وبعد كده تحلل التحليل الكيميائي عشان الطبيب المعالج يبتدي يمشيك باجراء وقائي عشان ما تكونيش تاني. بس شكرا. استاذ محمد الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. لو سمحت معايا المدام، البول بتاعها بتقول بيبقى سخن كده ويبقى بسيط جدا، وعملت تحليل وكده قال لها عندك صديد واملاح. تمام. في حاجه ثانيه؟ يعني ايه الحد الموضوع ده يعني؟ والبول بتقول ان يعني خفيف جدا وسخانه في البول كده تمام يا بيه. والدكتور قال في صديد واملاح يعني. تمام. ايه خطوره الموضوع ده يعني؟ او ليه تحليل ثاني او اكل معين او اي حاجه؟ تمام. طيب انا ليك سؤال ثاني يا استاذ محمد؟ لا شكرا لحضرتك. بشكرك جدا. نجاوب على حضرتك المدام طبعا. انا ما سمعتش هو بيقول ايه في البول. بيقول حرقان في البول وسخونيه يحس بسخونه في البول، والدكتور قال لي عندك صديد واملاح. ايوه. طيب هنشوف بقى، يعني المدام راحت الدكتور عمل تحليل بول. اولا بيتم اتخاذ قرار علاج بناء على حاجات، هل البول ده كميه كبيره، الصديد ده كميه كبيره محتاج تعمل مزرعه وللبول عشان نعرف بالتحديد اسم الميكروب اللي عندها واكثر انتي بايوتيك هتتعامل معاها ازاي. أو لو صليد عالي جدا لازم الدكتور هيعمل لها أكيد مزرعة، هيعرف اسم ميكروب وهيعرف العلاج اللي بيدي أكتر حاجة يقضيها. نمرة اتنين أملاح، الأملاح دي كذا نوع، هل إيه نوع الأملاح اللي عندها؟ الأملاح دي في أنواع بتنشط لما يكون يعني تركز لما يكون بول حامضي، في أملاح بتزيد لما يكون بول قلوي، فأكيد الدكتور برضه عارفه بيتعامل مع أي نوع من الأملاح، هيتعامل معاها ويقول لها الإجراء الوقائي تاخدي بالك من كذا وكذا وكذا اللي فيها الأملاح دي عشان تقلل منها في الأكل، وهيزود لها شرب السوائل. طبعا الالتهابات دي بقى مهمه جدا عشان ما تكررش تاني، لازم بيبقى يعني لو في مشاكل عندها في امراض النساء، لو في التهابات امراض النساء برضه تعالج، ان هي بتبقى مصادر بتنقل البول، بتنقل فورا للجهاز البولي عن طريق فتح قناه مجرى البول. يعني لازم الدكتور ده هيبقى عارف الخطوات اللي الاسباب اللي عندها ايه هيتعامل معاها. واخد بالك؟ عشان بس دي ما دام عندها املاح لازم نعرف بقى املاح وكميتها ويديها جرعه العلاج المناسبه حسب الحاله يعني. دكتور قبل التليفونات كنا بنتكلم على العيب الخلقي عند الاطفال، الصمام الخلفي رغم خرمه، الصمام الخلفي ده يعني قناه مجرى البول دي هي القناه الناقله للبول من عند عنق المثانه لغايه خروجه خارج الجسم خالص. في مكونه من اسمها قناه مجرى البول الخلفيه وقناه الامامي. الخلفي دي اللي موجوده محيطه بها غده البروستاتا، دي اسم قناه مجرى البول الخلفي. قناه البول الامامي اللي بتبتدي من عند الحته دي لغايه خروج الجسم. بيجي بقى الصمام بيتكون فين؟ عند نقطه الالتقاء بين الاثنين دول، بين قناه مجرى البول الخلفي والامام، بيروح جاي قافل باسم بوستير ويسرف عند بدايه اخر قناه مجرى البول الخلفي، بيتكون كده حاجه زي غشاء كده، غشاء بيروح جاي لما جه بيروح مفرود، يروح يعوق حركه البول ونازل، طول ما البول مش نازل هو مش مفرود، اول ما البول ينزل يروح زقه ويروح قافل قناة مجرى البول، اسمه صمام البول الخلفي. في حاجة شبيهة اسمها بتشبهه بيها بس اسمها صمام مجرى البول الأمامي، اللي موجود عند بيبقى موجود لما تيجي النتيجة حاجة اسمها دايفورتيكولا، من توق كده بيحصل تجويف، بيحصل عند مخرج البول، عند مخرج قناة مجرى البول الأمامي، لو اتملى بول والواحد بيصير بيروح يبقى زي الكورة يروح دغدغ على القناة في قناة مجرى البول من الخارج. فالصمام ده
ده لازم على طول، لانه الطفل لما يحس بيه لانه الدكتور بيقعد يحزق ما يعرفش ما يعرفش بيحزق مثلا عماله تكبر 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 ويحصل فيها تضخم في العضلات بتاع وفي الاخر خالص ممكن تحط ان فشلت المثانه وتلاقي مثلا بعد كده والبول راح للكلى وعمل قصور في الكلى. فده بتشخيصه بدري ان مامته بتقول بيقعد يحزق عشان يتبول والحته بيحس انها منفوخه باستمرار وكل شويه عايز يطلب حمام. ده بنعمل له منظار تشخيصي على قناه مجرى البول بنلاقي الصمام ده، بنعمل له عمليه كي كهربائي وبنفصله خالص بنشيله خالص بحيث ما يعوقش سريان البول العادي. فده طيب دكتور التليفون اللي جالنا كان استاذ محمد بيسال على زوجته ان هي بتعاني من املاح زياده حرقان وسخون في البول وسخونيه في البول وكمان اللي عندك صديد واملاح انها بتعاني من صديد. الصديد اولا احنا قلنا يعني ايه علاجه؟ طبعا حسب يعني حسب المزرعه بالظبط بقى مزرعه للبول واعرف اسم الاورجانيزم اسم الميكروب اللي موجود واكتر انتي بيوتيك بيأثر عليه ايه يقوم اديله الجرعه المناسبه من هذا الانتي بيوتيك عشان اقضي على الميكروب. لكن ممكن يجي لها تاني وخصوصا لو كان عندها التهابات امراض النساء او بتساعد ان الميكروب يرجع تاني. المنطقه دي مرتبطه ببعضيها منطقه في السيدات منطقه قناه مجرى البول والمهبل مرتبطين ببعضها اي التهابين يروح للتاني والعكس صحيح. فطبعا دي لازم لو عندها اي التهابات امراض النساء تعالج منها على طول. طيب ليه السيدات هم الاكثر عرضه للاصابه بالتهابات المسالك البوليه والصديد؟ ومش هنجاوب غير بعد تليفون ايه. اتفضل. ايه الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. معلش كنت عايزه اسال الدكتور. طبعا. طيب بنتي عندها 3 سنين ونص وحكايه الحمام بتعمل حمام كتير. هي بتشرب ميه بس بتعمل حمام ميه كتير بس مش عارفه ايه السبب. تمام. في اي شكوى اخرى؟ غير اي شكوى بتشيلك البول من حاجه تقول لك في حرقان في البول؟ لا ولا اي حاجه. ولا وجع ولا الم ولا حاجه خالص؟ طيب. لا خالص بس هي بتشرب كميه ميه كتير وبتعمل حمام كتير وبتحس ان في زي نظام صغيره كده بس الكرش عندها يعني تحس ان عندها كرش صغير. طيب في اسئله تانية؟ وعندي ابني الكبير بحس ان هو بيخس كل ما بيروح بيخس. بيخس؟ اه. طيب حاضر. طيب انا بشكرك يا ايه. ماشي شكرا. هنتكلم عن البنت الاول. بتقولي اعراض انها تشرب ميه كتير وتروح حمام كتير. طب ما هو ده طبيعي. لا يعني ايه بيخليها تشرب ميه كتير؟ ممكن البنت تكون عندها مشكله مرض تحت وهي مش واخده بالها. يعني ممكن تحلل لها سكر بس ممكن تكون عندها سكر في الاطفال او عندها حاجه دايابيت انسبرس اللي هو السكر الكاذب مش يعني دايابيت انسبرس هو نقص في هرمون موجود في المخ اسمه اي دي اتش هرمون مضاد للتحكم بتاع التحكم في اسمه اي دي اتش. لو نقص في المخ الجسم يفرز كميه سوائل كتير جدا 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 الكلى ما بتبقاش عليها فرامل تخليها تمنع تكون بول كتير جدا. طب هي على فكره دلوقتي تاخدها ولازم تعمل لها تحليل؟ لازم تروح لدكتور اطفال اول يشوفها هل عندها المرضين دول لا عندها عندها سكر ولا لا او عندها نقص الهرمون اي دي اتش ده ولا لا. لا ممكن يكون كده. حاجه ثانيه حاجه بتعمل كده حاجه اسمها سنه العصبيه. لو البنت عندها مثلا نشطه او مثلا عصبيه مش طايقه البول او مزعجه فاضي دلوقتي اهو عايز يروح مثلا فاضي دلوقتي حالا اسمع لازم نبحث نمشي في الثلاث خطوط دول. هل عندها سكر ولا لا؟ هل عندها دايبيتس انسبتس ولا لا اللي هو السكر البول السكر الكاذب ولا عندها مثلا عصبيه؟ لازم نعرف مين في دول. بالاضافه الى لازم تحليل البول ممكن يكون في التهابات والبنت مش واخده بالها خالص بتعمل لها كل شويه تودي لها الحمام كتير. فلازم البنت دي تتشاف كويس وتفحص كويس وتعمل لها نمشي في الاربع خطوط دول عشان نعرف مين السبب الرئيسي في هذا الموضوع عشان نتعامل معاه. طيب احنا مش هنجاوب على سؤال الولد اللي بيخس. الولد بيخس بقى طبعا هو مش ولد حلو بس طبعا ايه هو لازم برضه يعمل تحاليل. لا لازم لا هو سنه لو هو سنه 11 سنه زي ما بتقول لازم دكتور باطنه يشوفه لان ازواج كتير جاي ممكن عنده مشاكل في الغده اللي عنده مشاكل في او عنده طفيليات في الامعاء ولازم يتعمل وعنده مشكله لازم يتعمل سيرفي لغايه ما اوصل للسبب بتاع الخسان ده. طيب نرجع مره ثانيه للسؤال اللي سالته قبل التليفون الخاص بانه ليه السيدات هم الاكثر عرضه للاصابه بالتهابات التهابات بقى في الجهاز البولي بشكل عام والتهابات متكرره يا دكتور يعني بعد ما الست تروح وتحلل وتعرف ان عندها صديد وتاخد وتعمل مزرعه وتاخد الادويه المضاده يرجع تاني يرجع مره ثانيه بسرعه شديده جدا. انا كانت الحكايه دي قبل كده كان مره زمان كنا بنتكلم عن التهابات مسالك قلتها برضه وبقولها تاني وبكررها تاني. اولا في حاجه اسمها البيشنت سستابيليتي يعني في 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 مريض عنده قابليه في مريض عنده قابليه انه الميكروب يعيش في المنطقه دي منطقه مكروب مشهوره الميكروب يعيش في منطقه البرنيبه او منطقه الحوض دي يعيش حوالين المنطقه دي.
في بعض الناس عندهم قابلية وفي مستقبلات كده على الجلد الميكروب بيلتصق بيها، فعندها مخزون الميكروب، مخزون الميكروب جامد في المنطقة دي، أو لا فرصة روح داخل أو جهاز المناعة يضعف أو حاجة. فبقيت انستابيلت. نمرة اتنين جهاز المناعة، لو عندي مشكلة في جهاز المناعة، واحد عندها سكر، واحد عندها سكر، واحد عندها مشاكل أخرى في جهاز المناعة، يبقى سهل جدا حتة سهل جدا يخش من الميكروب، خصوصا أثناء علاقة زوجية و و و يبقى سهل جدا يخش منطقة. في حاجة بقى أنا دايما بنبه لها السيدات بصراحة برضو أحب أقولها تاني عشان ياخدوا بالهم منها. شطاف الحمام الأفرنجي، أنا بقولها تاني ومصمم عليها لأن هي الناس، لكن أنا شايف إن هي أساس جدا جدا. ممكن الشفر ده ينقل الميكروب من الشرج ينقله للمنطقة الأمامية في المهبل، والميكروب يقعد اللي هو الإيكولاي اللي هي مشهورة عند الإيكولاي مشهورة أوي عند وعند الرجال، هو مشهور الميكروب الأشهر في التهابات المسالك البويضة. الميكروب يتنقل عن طريق الشرج، يتنقل للمهبل قدام أثناء تشطيب بشطاف الحمام ده، ياخد مية ينقله لقدام، فيلاقي فرصة يروح قاعد عند المهبل ويبتدي تتكاثر داخل فتحة البول والكهرباء احنا نخش كل يوم. فانا التشطيب الصحي للسيدات البنات من الامام، يعني ايه يعني اتجاه ميه من قدام لورا وليس العكس. يعني تلاقي حاجه اسمها يعني تلاقي حتى في الحمامات اللي هي في قاعده عاديه وجنبها اسمها البيدي للسيدات، البيدي دي فيها دوش بيجي من قدام، يعني اتجاه الميه جايه من قدام بيمشي بالعكس غير ده اكتر صحيه من الشطاف الخلفي، لانه يعني الراجل ما عندوش مشكله، بس عنده مشكله انه يتنقل بسهوله جدا من الجهاز يعني للجهاز المهبل وبعدين يتكاثر ويروح داخل لفتحه البول. برضه بحب ان يعني دي يعني انا يعني جزء كبير جدا من تكرر. بس هي المشكله مش هتحصل عند السيدات والرجال، لا الراجل ما عندوش، لا الراجل ما عندوش المشكله دي لانه عند الدنيا مش مش مفتوحه على بعضيها جنب بعضيها، انما الست عندها صوره من قدام ولا حته السكه انه يعدي عادي جدا. فطبعا هتلاقي زمان كان المشكله دي مش زمان، اعمل حمام بلدي زمان كان استاذ مسكوت من القصه دي كتير لانه كان بيشتغل تشطيب من قدام. ايوه بدور او خرطوم اتجاه الميه من قدام للورا مناسبه. فدي برده حاجه مهمه احب اقولها ومصمم عليها، دي حاجه مهمه جدا ان احنا لازم عشان السيدات يجربوا وقايه، ياخدوا بالهم منها عشان يبقى فيه وقايه. بالظبط يجربوا ان بقى الامراض السكر، الامراض اللي بتاثر جهاز المناعه السكر بيدع في الجهاز، خصوصا الستات عندهم سكر اكتر شويه في جهاز المناعه، فسهل جدا يحصل لها التهابات كل شويه. الناس عندهم ست عندهم مشاكل بعد الحمل الولادي بيحصل سقوط شويه في المثانه وعنق المثانه، برضه بجرية البويض يتراكم جوه شويه يحصل فيه التهابات. في حاجات كتير عوامل ست اكتر من الرجاله شويه. مدام جيهان الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بص لو سمحتي كنت عايزه اسال بس الدكتوره على سؤالين معلش. طبعا اتفضلي. عندي بنت 7 سنين ماشي؟ 7 سنين كل يوم. 7 سنين كل يوم ان شاء الله. هي كل يوم بتعمل حمام على روحها. تبول بالمسائي لا ارادي بالليل. بالليل تمام. ومثلا لو في مسافرين او حاجه راكبه مشروع او حاجه فبتعمل حمام على روحها لو هي نايمه، لو قامت مجرد انها تنام. طب يعني وبالنهار خلاص. وبالنهار اخبارها ايه؟ بتحب تحب الحمام بالحمام كتير؟ يعني بتحس انها كل عايزه تروح الحمام بالنهار؟ لا مش كتير قوي عادي يعني في الطبيعي. تمام. ولا اله الا الله. خدت برشام برضو كل يوم مثلا فتره الشهر وبتاع ما عملش اي نتيجه. تمام. ونومها تقيل قوي يعني مثلا لو اوقات. ايوه من نومها تقيل دي ده صح كده مظبوط. هي مش في وعيها يعني ممكن ادخلها وهي مش فايقه. مش جريانه باللي حواليها صح كده؟ لا 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 هي مش فايقه. وعندي شاب تاني 17 سنه كشفوا وعملوا اشاعات وعملوا كل حاجه بس هو برضو نومه تقيل قوي. نومه تقيل برضو بيحصل نفس المشكله. عنده نفس المشكله. هو نفس المشكله. طيب تمام. في حاجه كده تاني؟ لا لا لا. وحضرتك انت قرابه بينك وبين 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 والدهم؟ نعم. لا 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 ما فيش. طب في حد في العيله كان عنده مشكله زيهم من ناحيه باباهم؟ لا لا. تمام. بشكرك يا مدام جيهان تبعيني. دي مشكله مؤرخه جدا سويرز، مشكله تبول لا ارادي، مشكله مؤرخه جدا جدا جدا. هي اسباب كتير جدا طبعا يعني لها عايزه حلقه لوحدها طبعا مهمه جدا نتكلم فيها يعني. في اسباب متعلقه بالجهاز العصبي اللي هو النوم تقيل جدا ده شبه غيبوبه. ليه حياتك سالتها نومه تقيل ولا لا؟ لانه بيبقى عارفه شبه الغيبوبه اللي في غيبوبه ده مش حاسس بحاجه خالص. ساعات بيجي له احلام معينه نايت ميرز كده يحس بحاجات خوف بالليل. كوابيس. يحس انه في حمايه ويتبول هو نايم في النوم الغريبه دي اللي هو ويحس انه كانوا بيتبول في الحمام عادي خالص، بيتبول عادي خالص وهو نايم بيحلم انه في الحمام. دي مشاكل في الجهاز العصبي مهمة جدا ان بنحتاج دكتور مخ واعصاب معانا، لكن في بقى مشاكل جزء بقى الجزء النفسي. الجزء النفسي الاطفال عندهم اضطرابات نفسية في سن يعني الطفولة او ساعات بتأثر عليهم نفسيا برضه تؤدي الى ده الجزء النفسي. الجزء العضوي بقى ساعات بقى في عندهم مشاكل
في الفقره الاخيره في العمود الفقري، الفقره دي النمو بتاعها لسه ما اكتملش او فيها مشاكل اسمها الكيس العصبي موجود عند في اخر الحبل الشوكي في اخر العمود الفقري. المنطقه دي طالع منها مراكز التحكم بتاعه الاعصاب بتاعه المسام. فاول ما ينام يفقد التحكم في البول، تقعد صاحي المخ بيسيطر مدي اوامر اقفل. اول ما ينام المخ بيفقد السيطره يتلات البول اوتوماتيك. في حاجه اسمها المسانه العصبيه اللي هي بس اللي هو مصاحب بالنهار انه عايز يروح حمام كتير بالنهار وعايز يجري الحمام كل شويه دي وبالليل يخليه يحصل تبول ارادي. العلاج بتاع الحاجات دي طبعا لازم اعرف التعامل دي متكامله القصه على بعضيها. هل عنده مشاكل نفسيه ولا لا؟ هل عنده مشاكل عضويه ولا لا في الجهاز العصبي؟ لازم كل ده قطه متكامله للعلاج. بس احنا دايما بننصح الاطفال اللي زي كده او الناس زي كده ان هي بيعمل حاجه اسمها تواليت تريننج، تدريب على التدريب على التحكم. ده مهم جدا يعني جزء كبير جدا من القصه دي. ده بيحكم ده بنعمل موديفيكيشن، بنعمل توليف بالليل كده، نقلل شرب السوائل بالليل يعني على قد العطش بالظبط، وخليه ينام بدري شويه ما يسهرش بقى بالليل، وخليه يفضي المثانه قبل ما ينام، وحد تاني صحيح بعد ساعتين يفضي المثانه مره تاني عشان يخلي المثانه دايما امبتي فاضيه. بتقول لك انا بقوم وبروح وهو نايم، هو فعلا مجمع حتى وهو نايم اخده واديه، حتى وانا باخده واديه وروح حمام ويفضي تاني بالليل مره تاني بعد ما ينام بساعتين. فده موضوع عايز ان شاء الله بنعمل حلقه عليه على الموضوع ده برضه مهم جدا. مهم جدا لان بعدين هو واضح يعني بيؤرق عائلات يعني بشكل كبير جدا خاصه انه البنت والولد بالظبط بيؤرق عائلات كتير، وبعدين بنت بتوصل سن البلو كمان بنت بتوصل لازم العلاج بتاعته بيشمل حاجات كتير جدا هنتكلم فيها بعدين حلقه، بس دي عايزه حلقه لوحديها عشان نتكلم فيها الحلقه علاج وكده. اسماء الو. الو يا فندم. ازيك يا اسماء اتفضلي. الله يسلمك. انا بنت عندها 9 سنين. ايوه. وبتعمل حمامه لنفسها بالنهار. بالنهار يعني ما بتقدرش تتحكم في ايه، كل هي بتطلع جري على الحمام. عملت لها تحاليل وعملت لها اشعاعات على المثانه ورحت لمخ واعصاب، فقالوا لي انها عندها مثانه عصبيه. يعني المثانه ما بتفضيش البول على طول، يعني بتفضي حتى وتسحب البول تاني. فانا ما لقاش علاج يعني ما فيش علاج اخدته وجاب نتيجه. تمام. حضرتك سنها كام سنه حضرتك قلتي؟ 9 سنين. 9 سنين. اه تمام. تمام. طيب دكتور محتاج تسالها اسئله؟ لا يا فندم. طب انا بشكرك يا دم اسماء. احنا لسه بنتكلم عن المثانه العصبيه من دقيقه وهي دخلتنا في موضوع فعلا دي اسمها المثانه العصبيه او مثانه النشط نشاط مفرط. ايوه. طبعا دي في ادويه بنديها بتثبط حركه المثانه دي شويه اسمها الانتي ماسكرينكس، بتخلي المثانه ما تبقاش متنقبض كده على الفضاء عمليه كل شويه تروح تطبقها. بس البنت لازم تشاف كويس تحت اشراف طبي يعني. بنديها الادويه دهيت وبنظم لها نخليها ما تستناش لما تتزنق، بنقول لها تخليها ما تروح وديها تايم بانتظام، بنقول لها مثلا كل ساعه تروح تفضي المثانه، مش تستنى المثانه ما تتزنق عشان هتقفل منها غصب عنها. بندي الادويه دي. ساعات بنضطر نلجا ان احنا نحقن مواد في 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 اعضاء المثانه نفسها اسمها البوتوكس، مواد اسمها البوتوكس بتخلي المثانه ما تنقبضش كده، مزاجها بقى تهدى شويه وتشيل بول وتقعد، وبنحقن على فترات على كذا سيشن فترات متواليه. دكتور البوتوكس ده جوه المثانه بيشتغل ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل يخلي، هل هو ليه قدره على التحكم في العضلات مثلا؟ بالظبط، هو بيخلي العضله ما تنقبضش كده بقى مزاج، بيخلي العضله ترتخي شويه ما تبقاش منقبض كده وفيها تقلص كده، لا بيخلي مثلا العضله ترتخي وتقعد وتشيل البول. العيان بيتحسن جدا بعديها فتره، وبعد 6 شهور بنحقن له تاني فتره كده لغايه ما يبتدي الجسم وهو خلاص كان كنترول، يقدر هو بقى يعني خلاص اتعود انه يظبط نفسه. ومن سن كام يعني اقدر الجا للحقن ده؟ لا والله في سن 6 سنين و7 سنين بنحقن. ياه. يعني ممكن يبقى سن بدري كده ويلجاوا للحقن كنوع من انواع العلاج. فدي لازم اول البنت تتشاف كويس في مشاكل الجهاز العصبي تتعالج. المثانه العصبيه بنبدا الاول بالتدريب على التحكم، انها تروح كل ساعه، وبندي ماده اسمها الانتي ماسكرينكس، مواد تبتدي تخلي المثانه تهدى شويه، ونتابع الدنيا ماشيه كويس خلاص. لسه في بتاع في حاجه مهمه جدا حضرتك عملتيها مش عارف عملتيها ولا لا، اسمه اختبار ديناميكيه التبول، مقياس عضلات المثانه والصمام عشان نعرف انهي نوع من المثانه العصبيه دي عندها. يعني في انواع
المقياس ده بيقول لي دي نوع من كذا النوع، يعني خلي بالك دي مثلا نشطه، لا مثلا عصبيه نوع كذا متقلص، بنعرف من اختبار ده معلومات بتفيدنا في خطه العلاج يعني. استاذ شوقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ شوقي اتفضل. يا دكتور انا جالي احتباس ثلاث اربع مرات. احتباس؟ حضرتك عندك كام سنه يا استاذ؟ عندي 61 سنه. في عندك ضغط ولا سكر؟ عندي سكر من النوع الثاني. من النوع الثاني، بتاخدوا علاج مظبطه يعني؟ باخد علاج اه مظبطه الحمد لله مش كويسه. تمام. فدلوقتي سمعت على عمليات الساعة التداخلية والتبخير، يعني اسرع عملية ما تكونش اعراض جانبية عندي. لا يعني انت دلوقتي مشكلتك في الاحتباس. الاحتباس اه بيجيني وبتجيبها اكتر. ركبت القسطرة قبل كده؟ بتاع اربع مرات او خمس مرات. تمام. في حد من الدكاتره شافك وعرف المشكله، يعني عارف التشخيص بتاعك، وقالوا لي عايزين عمليه، قالوا لي المفروض لازم تعمل عمليه. بالظبط كده، لانه حتى ما جه في اللي راكب القسطره ما رجبتش بتوسيط موسع، ما رجبتش عادي. تمام. في مشكله موسع كده لان هي كان كده وعامل موسع. تمام يا استاذ شوقي. ماشي يا بيه، شكرا يا استاذ شوقي. تمام. الله يحفظك. هو غالبا استاذ شوقي عنده مشاكل في البروستاتا. المشاكل دي هل تضخم حميد ولا حاجه تانية؟ لازم يتعمل تقييم كامل للبروستاتا قبل ما اعمل اي عمليه خالص. بنعمل تحليل دم اسمها دهالات بروستاتا واسمه بي اس اي. لازم اعرف البروستاتا فيها مشاكل، ويقول لي داخل القسطره بتعوق، في حاجه بتعوق هنا صغيره القسطره، يبقى في حاجه هنا في قناه مجرى البول او البروستاتا زي ما قلنا في الاول، في حاجه تعوق صغيره البول، حاجه زي ما قلنا قناه مجرى البول يعني فيها دي او حاجه، او في حاجه في البروستاتا نفسها اتضخمت وحصل فيها مشكله فقافله مش عارف يعدي. فلازم تعمل تقييم مظبوط لحل الشاشه، يعني البروستاتا دي تعرف كويس من نوع الحميد ولا نوع اخر، يعني في مشاكل اخرى، عشان الاثنين بقى التقييم بيتم بقى حاجات. هل المشكله في عضله مثلا اخرى فيها مشكله مرتخيه ومش عارف فضي البول ولا في مشكله اخرى؟ فبنعمل حاجه، اول حاجه بنعمل سونار على البطن والحوض، وبيصوروا بطنه مليانه ميه، وبعدين يروح فاضي استاذ شوقي ويرجع لي تاني، يرجع له تاني شوف هل البول كله جوه نزل ولا متحوش جزء ما نزلش. طب والجزء ده نزل مش قد ايه؟ ليه مقياس على رقم معين؟ خلاص لما عدى الرقم ده يبقى عمليه البرسلة مهمه جدا. وبيعمل حاجه اسمها مقياس انك التباول، هل المشكله في عضله المثانه فيها مشكله اخرى؟ عشان لما اعمل العمليه اقول والله لسه عندك ضعف العضله شويه هتتحسن مع الوقت. فلازم الخطين دول يتعمل مقياس، يتعمل فحص البرسلة كامل وتفاصيلها، وتعمل الديناميكيه التبول دي، عشان بناء على دول بقى خطه العلاج هيكون جايه ايه؟ البصيله هي الشال بطريقه، بتشال ازاي؟ بطريقه ما حسب اللي هي فيها ايه؟ او هتاخد علاج معين، لسه القرار ده هيتاخد بعد ما يتم تقييم كامل للبروستاتا والحركه بتاعت المثانه. استاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عايز اكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضل طبعا. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اهلا يا فندم. حضرتك يا فندم، معايا اخويا عنده 40 سنه. 40 سنه، تمام. بيشتكي يا فندم من حرقان في البول. حرقان؟ وحرقان في البول. حرقان في البول يا فندم. تمام. وعنده ورم في الرجلين الاثنين والم في الكتف. يعني جنابه بيوجعوه ورجليه ورمانين؟ لا يا فندم، ما فيش ورم في الجناب. هو في رجليه، ورم في رجليه. ورم في الرجلين الاثنين يا فندم، والم في الكتف. والام في الكليتين. في الجنبين يعني. لا في القدم، في رجليه. الام في رجليه وتورم في الرجلين. تمام يا فندم، بس عايز ايه تاني؟ لا في حاجه تانية؟ بس عايز حد يا فندم يعني يصحى من النوم يحس بالتكسير، بس عايز حد يدوسه في رجله وكده يعني. عايز حد يدعك له رجليه يعني. حاسس بألم شديد. البول اخباره ايه معاه؟ نعم. البول ماشي معاه كويس؟ البول كويس يا فندم، بس في حرقان في البول يعني. حرقان. طيب هو عنده سكر ولا ضغط؟ لا. ولا بيتعالج من القلب ولا حاجه؟ لا يا فندم، بس انا ممكن يعني ادينا على تحاليل معينه مثلا اعملها له ولا حاجه. تمام. طيب بشكرك يا استاذ علي. دكتور، السؤال المهم للسائل الاساسي ده، عنده حرقان في البول، ده الجزء الاصغر. الجزء الاكبر رجليه بيتورموا وبيوجعوه وعايز حد يدعك له مسحه من النوم الصبح. فطبعا يعني لازم، هتورم بقى ده تورم عام ولا تورم خاص عند المفاصل؟ لازم نعرف. فاول لازم اطمن القلب، او رجلي بتورم لازم اطمن القلب في مشكله ولا لا. دي اي بي سي، رجلي ورمت اطمن القلب اول، مفيش مشكله في القلب. نمره اتنين بقى، الراجل ده بيقول لي حس بالام في رجليه، ويكون في تورمات عند، في ممكن يكون تورمات عند المفاصل، وحرقان في البول، ممكن عندنا يكون نقرس عالي واحنا مش واخدين بالنا خالص، فلازم نعمل سيرام يوريك اسيد، نعمل نقرس في الدم عالي ولا مش عالي. نمره ثلاثة لازم نعمل تحليل بول، هل الحرقان ده بسبب نقرس بس ولا بسبب حاجات اخرى، في التهابات ولا حاجه؟ لازم تقييم.
تقييم عشان اعرف اخد قرار العلاج. يكون عندي اول طمع قلب، مفيش حاجه في القلب، الورم ده مش من القلب، مفيش مشكله خالص. اتنين اعمل تحليل نقرس في الدم، اتاكد انه النقرس مش عالي، ونعمل تحليل بول اشوف سبب الحاله، هل دي املاح بس ولا املاح ومعاها التهابات. القصه دي لازم عشان نبقى نقول هنعمل ايه، لازم نعرف الثلاثه دول، فلازم يمشي في الاتجاه ده يعني. طيب نرجع مره ثانيه يا دكتور لاسباب احتباس البول. حياتك قلت انه من الاسباب اللي ممكن تؤدي للمشكله دي هي انه يبقى فيه حصوات. يس. اماكن بقى الحصوات اللي ممكن تتواجد فيها، ده جزء الهام بقى. ده جزء الهام. الاماكن اللي ممكن تتواجد فيها الحصوات وتتسبب في احتباس البول. بس بعد مدام، بعد ايه؟ مدام تليفون مدام ساميه. مدام ساميه الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. طبعا. والله انا مريضه ضغط يا دكتور، وبعدين حصل لي كان شويه الام وحاجه كده، فبستخدم لها مسكنات. الام فين؟ الام فين؟ حضرتك الام فين؟ يعني نشر في الجسم او في الراس، فبضطر استخدم مسكنات. فبلاقي ان لون البول في بعض الاحيان بيوصل للون الاصفر، لون الكركم، وبيرجع تاني ينعدل، فده من المسكنات او من دواء الضغط او في حاجه يعني. تمام. اي سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب رجعت تاني حته خالص، سؤال مهم اللي هو تغير لون البول. تغير لون البول، تغير البول بقى، وده على فكره ده عايز يعني حلقه لوحدي برضه حقيقي. عايز حلقه والناس بتركز فيه جدا. حلقه. انت غالبا يعني الحساب الواضح عندك ممكن يكون حاجتين، حاجه اولانيه بتاخد مسكنات كتير، والدواء نفسه ممكن يلون لون البول، يا اما حضرتك مش شايفين سوال كويس، فالبول يبقى غامق. لانه تركيز املاح فيه يبقى عالي، ليه تركيز البول بقى غامق. حضرتك حاجه من الاثنين دول، لكن هنتكلم بقى نعمل ان شاء الله حلقه، نعمل حلقه مره على تغير لون البول، لان دي برده حاجات مهمه. الواحد يقول انا حاسس البول احمر، هو مش 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 دم ولا حاجه، انك بياخد دواء معين او كل حاجات معينه بتخلي لون البول. طبعا دي عايزه حلقه، لكن انت حضرتك اللي تعمل عند حضرتك بنجر مثلا، يعني بالظبط كده، الحاجات اللي بتغير جدا، حاجات في الحلويات وحاجات وحاجات في الحلويات كده بالظبط كده. فهنقول لحضرتك تعمل عندك الاساسيين، بتاخدي مسكنات كتير، ممكن ما تشربيش ميه كويس، بحاول تجربي تقفي المسكنات كده تشوف لون البول، لون البول حصل فيه ايه، وتدوري شرب السوائل، هتعرف منها بقى ساعتها انا كنت مسكن هو السبب وما كنتش بشرب ميه كويس، ده البول اتفتح وبقى عادي خالص. طيب هرجع مره ثانيه لدكتور. كان الحصوات بقى الحصوات دي من الاسباب الرئيسيه لاحتباس البول. يا اما تحبس البول بصفه كامله، اللي هو قفلت مخرج البول الرئيسي من الجسم، اللي هو عنق المثانه قناه مجرى البول، الحصى والقناه قفلت هنا خلاص، البول اتقفل من الجسم كله، مش عارف خلاص احتباس بول في المثانه. ممكن تقبل البول بصفه جزئيه على ناحيه من نواحي الكلى يمين وشمال، تيجي حصى في الحالب بتاع الكلى اليمين تروح قافلاه، بقى قفلنا المخرج بتاع البول من الكلى اليمين، لكن الكلى الشمال بتجيب بول عادي، بول عادي. اليمين هي المقفوله، يجي له مغص كلوي شديد جدا، البول عايز يخرج وبيقاوم، بينقبض الحالب عشان يفضي، مش عارف يفضي، فيحصل معاه تلاقي عنده مغص كلوي شديد جدا وبيتقيأ و وبعدين ماسك جنبه من الالم وليه البول متغير، لان حصى لو بتتحرك شويه بتعمل ممكن تنزل شويه دم مع البول. فده اسمه الانسداد الجزئي، والتاني اسمه الانسداد الكلي. ممكن حصى تتكون برضه جزئي في تقفل عند حنق، عند عنق خروج وسط الحالب بحوض الكلى فوق، تروح قافله على الكلى اليمين، على الكلى اليمين او الشمال حسب هي فين، بيجي له مغص كلوي جدا برضه، الكلى عماله تتضخم تتبخ تتبخ، دي مغص كلوي جدا بيدفع المريض انه يتحرك بسرعه عشان يتعالج. ونفس القصه لو قفلت قفله عامه بقى، قفلت عند مخرج البول النهائي من الجسم كله عند عنق المثانه، لازم دي امرجنسي، لازم اتدخل طوارئ على طول، اتدخل فورا، يا اما اخش احط قسطره مؤقتا لغايه ما افضي الدنيا وتهدى، واخش اشوف بقى الحصوات دي بالمنظار، يا اما بقى يعني ساعتها بقى مش عارف احط القسطره، ساعات بضطر اتدخل بسرعه بالمنظار واخش اكسر حصوات قريبه وادي، اخش اكسر المثانه واطلعهم وافضي له الدنيا. طيب ايه الاسباب الاخرى يا دكتور اللي ممكن تعمل حالة احتباس بولي عند الرجال والسيدات؟ احنا قلنا بقى ما هو المشاكل الجهاز العصبي بقى زي ما قلنا قبل كده، اللي هو ارتخاء عضلات المثانة، خلاص المثانة ما عندهاش قدرة على تفضي، ما بتقبضش، يا اما حصل فقدان للتناغم بين عضلة المثانة والصمام، الصمام مش عايز يفتح، في مشكلة حصل اسمها دي اس دي او ديسنرج، برضه ليها علاج بنعالجها. دي المشكلة دي حاصلة منين؟ يعني من الجهاز العصبي، الجهاز العصبي، الجهاز العصبي على مستوياته بقى يعني حسب تحت جهاز العصب، بتخلي يفضل، فبالتالي مفيش تناغم حاصل ما بين الحركتين، حركه المثانه تنقبض فوق دي يفتح، والعكس خلاص المثانه تخلص ترتخي ده يقفل الحركه دي، يعني الصمام هنا مثانه، المثانه تنقبض دي يفتح، المثانه تخلص يقفل والمثانه ترتخي، ده يحصل مشكله. لو حصل بقى التناغم ده فقد يجي البول الخارجي مش عارف يخرج، دي النظام مش عايز يفتح.
وعمال يحزق وزنادي نازل اوضتين بالعافيه ضغط عصبي بس مش قادر يفضل بركن. لكن هل في الحاله دي هو هيبقى حاسس برضه بالم؟ الم شديد جدا طبعا. الم شديد. الم شديد جدا مثلا مش عارف افضي، بيقول لي انا بحز عشان انزل بورو الم ومش عارف افضي البركن. تعرف يا دكتور في الحالات دي الالم بيبقى رحمه، ويعني ما هو ده ما هو ده ورحمه من عند ربنا فعلا لان انذار. هو جهاز انذار، بس هو جهاز انذار، جهاز انذار بيقول لي بيقول لي اتحرك شوف المشكله. ما ربنا من ضمن يا ربنا عند جسمك اسمها ايه؟ الاوتو ستيموليشن، يعني التنبيه يعني ربنا بيديني بالظبط. جزء منه كبير جدا الالم. لو انا مش حاسس ان هدي ليه سخنه عملت كده ما حاسسش، ممكن صباعي يتحرق وانا مش ربان. ما هو ده اللي مثلا لو مريض السكر بيقطع بيفقدها بقى بيفقدها، او ممكن اتعور في رجليه مش حاسس، مش حاسس لان فقد الاحساس بالالم كده. بالظبط كده بيروح لحساب الالم تمام. مشكله جامده جدا مش هيتنبه، هيطلع حصل مشكله بعد كده بقى عواقبها مش مظبوطه. وهنا بقى نيجي كلامنا على العلاج وسرعه العلاج. بالزبط. يعني الشخص احنا قلنا الشخص المتالم ده مش هيسكت على نفسه. بالظبط. هو هيروح عشان يلاقي حل يلاقي علاج بالزبط للمشكله اللي هو حاسس بيها. طبعا هو الحل طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الحصوه اول حاجه لازم اتخلص منها. اتخلص منها بسرعه، يعني ايه حاجه سد قناه مجرى البول، سد العنق مثلا، لازم تدخل فورا. والحمد لله كل معظمهم بالمناظير دلوقتي، ما عادش الجراحه التقليديه ما عادش بنسبه ضعيفه جدا. معظمهم باستخدام المناظير الضوئيه بنخش نتخلص من حد الكسره، والكسره بطاقات معينه اعتقد يا اما طاقه الضغط الهوائي او ضغط الليزر. هو في انواع يا دكتور من الحصوات مش كده؟ يعني في في حصوات طبعا دي. هل في حصوات من نفسها بتنزل عن طريق مثلا علاج الدوائي او شرب الماء؟ على حسب حجم الحصوه بقى. يعني اللي بتحكم هل هي قطرها ممكن يعدي من الحالب او هتعدي بعلاجها تمدي. الواحد مثلا جنور قطر حصوه مثلا في الحالب 4 مللي 5 مللي ممكن تعدي من الحالب، انا قطر الحالب بيعدي 4 5 مللي هتعدي من هتمشي. لكن بقى حصوه حجمها سنتي مش هتعدي ازاي؟ لازم ادخل اكسرها قطعه صغيره عشان تخرج. صحيح. بالظبط كده قناه مجرى البول لو حصوه عندي مثلا اقل من نص سنتي ممكن تعدي. وممكن اطلعها هتقف عند عنق عند فتحه بون اخني اقدر اوسع واجيبها. لكن حصوا حجمها 3 سم عادي لازم اخش انا بقى اكسرها بطاقه معينه، بطاقات يا اما الطاقه الهوائيه نيوماتيك او بطاقه الليزر دلوقتي او في حاجه اسمها كراشن، في جهاز مكرش بيكسر زي النات كراش بيخش المنظار زي المكسرات بخش اكسرها بالمنظار ده. بس انا بدخل اكسرها بدخل المنظار جوه. هو انا مش هفقد اي جزء من النسيج؟ لا انا شايف، انا بشوف المنظار، انا شايف، انا شايف الحصوه وشايف المثانه وشايف يعني بشال، انا بشوف كل حاجه. الكلام ده يعني ممكن لحد مش دكتور هيخاف. كان زمان قبل ما التطور حديث جدا في الاجهزه خلاص كل حاجه انا شايفها، انا جوه بطن العين شايف كل حاجه. يعني شايف. فبالتالي انا عارف انا متحكم في الجهاز، انا شايف انا بعمل شايف كل قدامي قدامي. وعندنا قاعده في المناظير كده بنعلمها لتلامذتنا مش شايف تقف. هو كده مظبوط جدا. انت مش شايف تقف، مش شايف لازم يقف. في دم، في دم جامد جدا مش شايف منه حاجه. ارد في الدم الاول وبعدين اخش اشوف. يعني دايما في القاعده everything must be under vision، ساعي تحت الرؤيه. every step must be، كل خطوه تحت عينيك شايفها على المونيتور شايفها. هي الكلمه الهايله يا دكتور لان دي حياه مريض. بالظبط. لا ما هو لا، وعشان هو وانا بشتغل يشتغل هو جدا انا مش شايفه اوف. بالظبط زي الطيار اللي طاير مش شايفها هيخبط في الجبل. صحيح. ف ايفري ثينج في المناظير ايفري ثينج مش كده، الدنيا اتطورت جدا بقت الرؤيه بقت بدقه وتكبير. يعني بقت يعني مثلا بشتغل حاجه اسمها جراحات الروبوت دلوقتي. الروبوت بيشتغل يعمل عمليه وانا بتحكم فيه وشاف مكبر لي كل حاجه يعني. مكبر لي مش بيشتغل مش حاجه مكبره قدامي. طيب دكتور بالمناسبه لانه احنا كتير دلوقتي مؤخرا نسمع على او عن الجراحات الخاصه بالروبوت. طبعا. يعني الروبوت هو اللي بيعمل الجراحه؟ لا لا، كنترولد باي ذا سيرجن. طبعا هو اللي بيتحكم فيه الجراح. الجراح هو اللي بيتحكم فيه يعني هو. ولكن إيه؟ هل زي عارفه الاتاري؟ هي الاتاري بس. لا كانه كده انا بتحكم فيه. انا قاعد على انا الشاشه قدامي وانا اللي بتحكم في حركه الروبوت، انا اللي بديله الاوردر يعمل كذا. فهو بيعمل حركه ومكبره جدا بيعملها بدقه شديده جدا وهو شايف مكبره. هل ده لمصلحه المريض؟ ديفينتلي. بص اي تطور في النواحي الطبيه بيخليني اشوف احسن واشتغل بمينيمال انفيزيف، اقل يعني ايه؟ اقل تدخلات يعني اوصل تعب اقل ضرر على المريض. غير الجهات التقليديه طبعا عندها تفتح وغرز والتفات. لا دي بقى اخش بورت كده بورت مدخل بس، اخش منه الجهاز وجهاز يخش جوه
دخلت جوه البطن بقى بنفخ ماده معينه ابتدي الحاجات قدامه مكبره هانس بقى كده بشغلها الجهاز بيشتغل بيخش يشغلها وهو شايف بتكبير جدا واقل مينيمال انفيز مينيمال انفيزف سيرجري يعني هي الجراحات الدقيقه باقل اعراض جانبيه اقل اعراض جانبيه اه وده طبعا لمصلحه المريض التكنولوجي التطور انا بتكلم انه انا لما اعرف ان الروبوت بس هو طبعا اكيد الجراح هو المستخدم هو اللي حاكم فيه بس ان الروبوت بيتدخل بشكل ما في الجراحه الخاصه بيا دي مش لا مش الروبوت هيشتغل انا اللي بشغله انا بديله الاوردرز بس هو ايه هو بيشتغل بتكبير وبدقه وباقل ما فيش مش هفتح اخش بعمل خرمين كده او خرم واحد ما دخل منه كل بورتس اللي هشغل بيها واحد بس بحيث ايه انا شلت كانه ما عملش حاجه مش خلاص العمليه هايل طبعا ده تصور مذهل يعني بالظبط هو الانسان حياته بتتطور هتلاقي الدنيا لغايه لما توصل لان انا يعني انا شغال وانا شايف كل حاجه بطن عيان بطن عيان انا شايف كل حاجه قدامي ومكبره جدا واقل خسائر ممكن فيعني دي طبعا التطور ده لمصلحه الانسان بالتاكيد يعني.